نظيف الأنف هو واحد من الأمراض أو الأشياء الشائعة جدا في البراكتس بتاع الأنف وأذن وحنجرة، وأهميته تكمن في أنه من الحاجات الطارئة اللي بتخض العيان. العيان لما بيلاقي دم نازل من أنفه بيبقى متلخبط يعني، وبيبقى قلقان. النزيف من الأنف شيء شائع جدا، وبينقسم إلى جزئين. جزء اللي هو اللي بيحصل لوحده بدون أي سبب، وجزء تاني اللي هو بيبقى نتيجة مثلا عملية، نتيجة خبطة، نتيجة ورم، يعني له سبب فموي. المعروف ان الانف فيه كمية اوعية دموية داخله كتير قوي، فهو جزء يعني جزء من اعضاء الجسم المدممة، يعني الكثير يعني اللي فيه كتير قوي من الاوعية الدموية. فبالتالي اي خبطة او ضربة او حاجة في الانف ممكن تنزل دم على طول. المشكلة بقى في ايه؟ الفجائي اللي بدون اي سبب، يعني طفل مثلا قاعد في المدرسة بيلعب ومرة واحدة يحصل له نزيف، او هو نايم بالليل وده شائع جدا، هو امه تيجي تقول ده هو قام على النزيف وجرينا عليه لقينا مغرق المخدة وملاية بالنزيف. ده نوع. نوع تاني اللي هو بيحصل نتيجة ارتفاع ضغط الدم. لازم نفرق بين الاثنين. اولا النزيف اللي بيبقى في الاطفال الصغيرين بيبقى شائع، لانه يعني ما نقدرش نقول شائع انما معروف، يعني ان الاطفال بيبقى الاوعية الدموية بتاعتهم الجدار بتاعها يمكن يكون نوعا ما خفيف. بيحصل فيه هو بيلعب بيحصل فيه تجمع دموي في واحتقان في الانف مع جفاف مع لوحده، بيحصل ان هو الاوعيه الدمويه بتنفجر او مش تنفجر يعني عشان ما يبقاش نوع من النخض يعني، انما هو بينفتح الوعي الدموي وينزل الدم. ليه بيحصل بالليل؟ لان بالليل بيبقى في احتقان طبيعي في الانف، فبيتجمع برضه ويضغط على الوعي الدموي وينفجر الوعي الدموي وينزل الدم بطريقه تلقائيه. طيب ايه الحل في ده؟ حل بسيط جدا، هو الطفل يتعلم ان هو يمسك الانف بتاعه من هنا ويضغط جامد جدا على الانف ويتنفس من فمه، لا يرجع دماغه ورا ولا يطلع دماغه قدام، هو بس يضغط جامد قوي. وبعد كده لو هو جنبيه ميه ساقعه او ميه من الحنفيه يطري او يحط مناخيره تحت الحنفيه او يحط ميه على انفه، دي بتعمل نوع من الانقباض للاوعيه الدمويه، او بيحط اي نقط مناخير من هي اللي موجوده في السوق بتعمل برضه انقباض للاوعيه الدمويه، ويقفل برضه مناخيره لمده دقيقه او دقيقتين، دي كفيله ان هي توقف اي دم. النوع الثاني اللي بيحصل في الضغط ارتفاع الضغط ده بيحصل في المرضى الكبار في السن. يعني احنا عارفين ان سبحان الله يعني علشان ربنا لما بيرفع الضغط بيطلع على الدماغ، ففي نوع من السيفتي فالف او الصمام الامان يخلي قبل ما يطلع الضغط يرتفع ويصيب الاوعيه الدمويه اللي في الدماغ بيعدي الاول او بيحصل ارتفاع في ضغط الدم في الاوعيه اللي في الانف، فتقوم تتفتح بتعمل نزيف، يوم بالتدريج او بالطبيعي او بالتبعيه يحصل فيه انخفاض للضغط. فده الـ سبحان الله اللي عامل لنا نوع من الحمايه للدماغ بان هو يحصل فيه النزيف عند الكبار. هنا النزيف بقى مختلف جدا لانه بيبقى في مكان غير المكان اللي هو الامامي، يعني اللي هو بيبقى عند الاطفال، فهنا ما بينفعش بقى في قفلة المناخير دي مش هتعرف تقفل الوعاء الدموي ده. ده محتاج من الطبيب الانف واذن اجراء ان هو حشو، وحشو بطريقه معينه ان هو يقفل المكان ده اللي بيحصل فيه النزيف. المشكله الثانيه برضو اللي بتقابلنا
في انواع النزيف اللي بيبقى عنده مشكله في الكبد، يعني زي تليف الكبدي، او اللي بياخدوا ادويه للسيوله. هنا في مشكله، لان المشكله ما بتبقاش من عندي انا، يعني ما بتبقاش من الانف، هي يعني المشكله عامه. انما عشان الاوعيه الدمويه بتاعت الانف كتيره، و فراجايل يعني سهله انها تكسير، فهنا في مشكله بقى. هنا المشكله اللي عنده الالتهاب الكبدي او عنده تليف في الكبدي، بيبقى الانزيمات اللي هي بتدخل في التجلط الدم بتبقى فيها مشكله، فالتجلط هنا مش كويس. المريض اللي بياخد ادويه للسيوله بيبقى عنده سيوله عامه في الجسم كلها، وبتيجي اضعف مكان اللي هو في الانف فبتظهر فيه. فهنا احنا بنعمل حاجتين، احنا بنوقف النزيف وبنحاول نرجع تاني الحالة الطبيعية بتاعة السيولة او بتاعة التجلط اللي في الدم. فهنا بيبقى عندنا، يبقى انا كأنف وأذن مش انا المشكلة عندي، انما انا بحاول ان انا اوقف النزيف حفاظا على حياة المريض، وعالج او اخلي العيان يتعالج مع يظبط سواء التليف اللي عنده والانزيمات والكلام ده، او يظبط السيوله بتاعت الدم الى الحد الذي يمنع حدوث هذا النزيف. فهي الموضوع اللي بنتعلمه في النزيف في الانف، ان انت لما يبقى عندك نزيف العاده السيئه او العاده المغلوطه، ان انت يقول لك رجع ورا، انت مجرد انت دماغك لما بترجع ورا انت بينزل النزيف على ورا، هو ما بيطلعش قدام، فانت بتفكر ان هو النزيف راح، انما هو العيان بيبلعه. فانت النزيف الاطفال اللي هو بيبقى من الامام، مجرد اضغط على ارنبه المناخير ضغطه جامده جدا بحيث ان هيوقف النزيف، وحط ميه او ثلج او اي حاجه قابضه، والاحسن طبعا نقط الانف. المرضى الكبار اللي بيبقى عندهم مشاكل في الضغط او الكلام ده كله، ده لازم يروح مستشفى لانه علاجه مختلف. المريض اللي بياخد ادويه السيوله يبقى عارف ان هو ممكن يحصل نزيف من الانف. المريض اللي عنده مشاكل في الكبد برضه لازم يعرف ان هو عنده برضه ممكن يجيله نزيف، ويبقى عارف ايه المشكله، وده لازم يتعالج برضه في بواسطه الاخصائي الانف واذن في المستشفيات. العافية يا فندم.